العنوان ديال الحلقة هذه هو أن صاحبي خدالي حب حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. تعرف عليك أكثر؟ محمد أمين، مواليد مراكش. جميل جدا. محمد أمين، شحال العمر ديالك دابا حاليا؟ العمر ديالي 24 سنة. 24 سنة، تبارك الله. هاد العلاقة إمتى بدات؟ بدات في لو موا نف في 2010. في لو موا نف تنعقل بالضبط لو 18 9 2010. طيب شهر تسعود شحال؟ نعم، شهر تسعود 2000. شهر تسعود 2010 نهار 18 فيه 2010 18. واخا مزيان. شنو اللي خلى هذه العلاقه تكون متميزه على العلاقات الاخرى؟ شنو هذه العلاقه؟ كان فيها واحد الانسانه صريحه مزيانه، بنت العائله كي تنقولوا طموحه، كتقرا مزيان. فين تعرفتي عليها؟ مخلقه. فين تعرفتي عليها؟ تعرفت عليها بمحض الصدفه. فين؟ في سيارة تعليم أوتو إيكول. أوتو إيكول، كنتو كدوزو البيرمي بجوج؟ كنت أنا في ليموا ديال الشهر ديال الصيف، مع كنت شوية أيام المراهقة، كنت شوية ضاصة، كنت نحاول أنني باش يتهناو مني هما ديال الدار، كنت نمشي كنخدم مع واحد العم ديالي. بقيت شوي بشوي كنخدم تقريبا من عندي 14 عام ونص معاه، شوية 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 توليت أنني مونيتور كنخدم معاه في ديال الكود، تنخدم معاه في الصيف العطال. تكونت العلاقة بيناتنا بواحد الطريقة اللي هي غريبة وفي نفس الوقت زوينة. احكي لنا، نبغيو نعرفوا الطريقة. احكي لنا الطريقة ديالنا. انا ديالنا انني وكنت نعطيها معاملة خاصة في الخدمة في القراية بين 12 و2، وكان نوريها من غير الناس ونشرح ليها، تجي في واحد الوقيته اللي هي خاصة بها. وفي نفس الوقت كنا نخدمه لغير كونتيني من 8 الصباح حتى 6 العشية. كان صرح ليها وكان بقينا هكاك هي عجبتني بزاف، وكيبانوا لي أن الأخلاق ديالها وأنني كنعرف والديها بحكم أنهم كانوا تيجيو يديوها وكيوصيني عليها با بزاف. بقينا هكاك، وصلت وقيت القراية لو 30 سبتمبر، مشيت أنا للمدرسة. داز كتسول فيا، ما عرفتش أنا. جيت واحد النهار فين غبر شي كذا بخير، خدات لو نيميرو ديالي ديال التليفون. دازت واحد تقريبا كان جو من مورا ما خدات له نيميرو التليفون، تصلت بيا، الو انا فلانه كذا بخير، بغيت نسول فيك، راه كذا، راني نجحت، راه كذا، انا راه عارضه عليك. قلت لها ايه واخا. خرجنا انا وياها، مشينا ماكدونالد، تعشينا، كل شيء، شكرت على الدعوه. قلت انا غادي نعاود نرد عليك مره اخرى. قلت لي لا، راه انا هادي ديالي ديال نجاحي، هادشي هذا راه بالجهد ديالك انت وبالجهد ديال فلان وكذا، وخدمتي معايا وكذا، خديت المسائل ديالي في الوقيته اللي انا محتاجه ليها باش نمشي نقرا. قلت لها هادشي راه واجب. المهم بقيت معاها هكاك، تنهضرو في التليفون باغ اس ام اس، فيسبوك شويه، ولا عندنا فيسبوك شويه، دارت يلا بنت هذيك الساعه شركة اتصالات ديال انوي، درنا انا وياه لينا ميغو، كنهضرو فابور، هذيك الساعة كانت فابور. بقينا غادي العلاقة وتطور شوي بشوي، حتى وصلنا ولينا كنتشوفو يوميا، كتجي عندي، كنمشي عندها، بحكم انني انا مكانش عندي موتور، كتجي عندي هي. الوقيتة اللي كتكون عندها يا خويا كتعيط ليا، كنخرجو كندورو لي دو فوا، كتعطيني لي زيكزومبلير ديال الامتحانات ديالهم. واخا بالنسبه لي انا في ديك الوقيته انا ما كنتش كنقرا، كنت انا ديك الساعه واخا هكاك ما كانش كي تنقولوا حنا ما عينيش انا في القرايه. كنت انا في المدرسه ما كان بازيش على القرايه كاع، كان بازي على ليكوغ اكسيليغي، وكنت كنجيب الحمد لله لا مويان،
تنجيب دي بون نوت و... الحمد لله مزيان. ولكن ما طيب كيفاش تطورت العلاقه من شكون اللي بادر انت ولا هي؟ العلاقه جات عندنا 50% 50% كي تنقولوا حنا بارطاج مشاركه من عندي من عندها. ما قلت لها لاننا نديروا علاقه تلقينا راسنا اننا دايرين علاقه. شحال دامت هذه العلاقه؟ هذه العلاقه دابا راه غادي دابا تقريبا 6 سنين دابا تقريبا 5 سنين 5 سنين وشي شهرين هكاك تقريبا. 5 سنوات طيب 5 سنوات وزياده من 2010 شهر 9 من 18 9 2010 حتى اليوم. طيب يعني هذه العلاقه هذه كبرات و يعني كبرات لدرجه اننا كنهزوا لها من بعضياتنا. كيفاش خدمت انا في كان عندي العام الباك دوزيام باك ما عجبنيش الحال خرجت كنت بغيت ندير بروجي ما سرش فيه الله. مشيت خدمت في شافت بوست في واحد لا سوسيتي في لوطوروت ديال لي ماغازان بخير الحمد لله ما عجبنيش الحال تحولت عاوتاني لشركه اخرى هنا في مراكش. لدرجه انني ملي كنت انا في الصف كنت كتجي عندي روبويا في الصف. كنشوفها النهار كامل وفي الصطات نمشيو للدار البيضاء ورجع عاوتاني في العشيه تمشي في حالتها هي لمراكش. طيب يعني هاد العلاقه ديال الحب كان حب متبادل بينك وبينك؟ كان حب متبادل لواحد الدرجه انا ما كتصورش انني لدرجه انني ملي كنت ندير كنقرا وكنحسب انا لا كوتيزاسيون ديال الروشارج توصل تقريبا ل 300 400 درهم شهر ما تنعرفهاش كيفاش دازت. كان هذيك الساعه ساعتين 35 درهم. طيب كنا واحد الدرجه ما كتصورش لدرجه ان الصغير في عائلتي كان تعرف ايما. طيب